مشاهدينا الكل، إليكم مباراة بين فريق الفلفل الأصفر وفريق الفلفل الأحمر في مباراة نهائية الفصل بين فريق الفلفل الأحمر وفريق الفلفل الأصفر من استاد العوجة الدولي لمباريات كرة القدم. والآن تقوم المباراة بين فريق الفلفل الأصفر وفريق الفلفل الأحمر، وضربة الآن لفريق الفلفل الأحمر يضربها اللاعب المخضرم في فريق الفلفل الأحمر اللاعب عبد الله هواش، ضربة هجوم لصالح فريق الفلفل الأحمر. وحارس المرمى يكون ماجد فلاح، هل يصدها حارس المرمى أم تدخل إلى الشباك؟ وتروح مرتدة من حارس المرمى، حارس المرمى ارتد الضربة الهجومية للاعب المخضرم عبد الله هواش ويرتد إلى ماجد فلاح، تروح في الأوت لصالح فريق الفلفل الأحمر. وعمار غصاب ينتقل يأتي إلى الملعب بعد أن عرض وشخ وأدى. أيها الأخوة المشاهدون، إليكم المباراة الحاسمة بين فريق الفلفل الأحمر وفريق الفلفل الأصفر من استاد العوجة الدولي. يقوم بضربة الأوت سعد حمايل، نحن لا نرى بالكاميرات اللاعب سعد حمايل ويضرب الأوت، وتكون مقطوعة من ماجد حمايل فماجد فلاح، وتروح في الأوت اللعيبة فاشلين والكرة صلاة على النبي، وتروح إلى هشام حمايل، هشام جوالي، جول لصالح اللاعب المغفرم هشام جبالي، الله أكبر يا لطيف. وتكون نقطة واحدة مقابل صفر لصالح الفريق الأصفر، صالح فريق الفلفل الأصفر، نقطة واحدة مقابل صفر. يتمدى الحارس المرمى إلى الشيخ زحلك، الشيخ خلدون يضربها. نقطة واحدة وتبلش المباراة. المباراة ضربة طويلة إلى الإبراصي يضربها إلى سامر حشاش، وتروح في الأوت. يا خسارة الخسارة، يا فضيحة الفضيحة. أيوة، ويتقدم أحمد عفيف اللاعب المخضرم. طويلة إلى سعد حمايل خط الدفاع، ويكون فيها يا عيني الشيخ سحلك يرتدها، وطويلة من حارس المرمى خلدون مروان عسكر. الشيخ عبدون، يا إلهي، يا خسارة إنه الحارس خط الدفاع في فريق الفلفل الأحمر راحت في الأوت لصالح فريق الفلفل الأحمر. يرتد إلى رعد، سقطوا حارس المرمى عمار، يا لطيف طلعت في الأوت. إليكم المباراة من استاد العوجة الدولي بين فريق الفلفل الأحمر وفريق الفلفل الأصفر. اللاعبين متشوقون للعب، وإليكم المباراة. يضربها حارس المرمى عمار غصاب يضربها طويلة من حارس المرمى عمار غصاب. أيوة، وإلى ماجد فلاح إلى البريعصي يتقدم إلى مقطوعة من خط الدفاع إلى عبد الله هواش في فريق الفلفل الأحمر. يتقدم يرتد حارس المرمى إلى رمح في خط الهجوم. ايوه، ويتقدم هشام حمايل، يا لطيف. قول لصالح فريق الفلفل الاصفر. وفريق الفلفل الاحمر يطبع بص غير شكل. ضربة طويلة من حارس المرمى تروح في الاوت لصالح فريق الفلفل الاصفر. حارس المرمى فشل، الفريق الأصفر
فاشل. ايوه وتروح الى عمار غصاب، عمار غصاب يضربها طويله، ايوه طويله 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 الى هشام عجبالي، وجول جول جول جول. الله اكبر، اللاعب المتالق في فريق الفلفل الاصفر هشام جبالي يضربها حارس المرمى، تروح تروح الى رماك خط الهجوم لفريق الفلفل الاصفر الى احمد عفيف، احمد عفيف، احمد عفيف اللاعب المتالق. لا الاوت، تروح الى الاوت يا لطيف راح توطي. تروح 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 الى هشام جبالي اللاعب المتالق في فريق الفلفل الاصفر. ويتقدم الى الى لطيف، يا لطيف حارس المرمى يلقاك يلتقطها زي الاسد. تروح الى الشيخ عبدو، الشيخ عبدو الى احمد عفيف. عن طعريتين الرزق. وتروح في الاوت لصالح فريق الفلفل الاصفر، ايوه. ويرتد خط الدفاع في فريق الفلفل الاحمر الى خط الدفاع في فريق الفلفل الاصفر، يتقدم يتقدم لبرعصي، لبرعصي يا لطيف يا لطيف، تروح في الاوت. الله 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 الى حسين، حسين ابو الخوازيق، حسين الزرافي، الزرافي تروح في الاوت. يا لطيف يا لطيف يا جول 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 لصالح فريق الفلفل الاصفر، وواحد لصالح فريق الفلفل الاحمر. الحارس المرمى المتالق الشيخ عبده، الشيخ عبده ضربان ملعبه. يا حارس المرمى عمار غصاب فاشل ويضرب الضربه وتاتي في الاوت الى البريصي، البريصي اللاعب المتالق، البريصي اللاعب المتألق. يرتد حارس المرمى الشيخ عبده، الشيخ عبده، ايوه يا شيخ عبده، الشيخ عبده، الشيخ عبده الى خط الدفاع الهجوم في فريق الفلفل الاصفر. هشام جبالي، هشام جبالي اللاعب المخضرم في فريق الفلفل الاصفر، ويضربها وتروح في الاوت، في الاوت. يا خساره، اول مره في تاريخ البشريه اللاعب هشام جبالي في فريق الفلفل الاصفر يضربه وتاتي في الاوت. يا ضربه طويله، ضربه طويله من حارس عبده، الحارس الشيخ عبده الى البريصي، البريصي الى البريصي. تروح الى حارس المرمى عمار غصاب يضربها طويله طويلة طويلة، لا ويتشاورون، وهو خط الدفاع، خط الدفاع في حارس المرمى، وتروح إلى حارس المرمى عمار غصاب، عمار غصاب يضربها طويلة طويلة، تطلع إلى رعد حمايل في فريق الفلفل الأحمر ويضربها وفاشل، فاشل. أنا بقول حارس المرمى اللي عند اللعيب هذا الأحمر فاشل. سعد 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 يتقدم الى حسين ابو الزرافي، زرافي، ويروح الى البريصي، البريصي المتالق في فريق الفلفل الاصفر، يتقدم البريصي ومقطوعه، مقطوعه من حسين، حسين في فريق الى البريصي، البريصي في فريق الفلفل الاصفر الى رماح ابو الخوازيق، الى رماح، رماح رماح، وتكون طويله الى حارس المرمى تروح في الاوت. الشيخ خلدون، الشيخ خلدون متألق في فريق الفلفل الأصفر، لاعب مخضرم وحارس مرمى في فريق الفلفل الأصفر. والحكم يصفر إلى ضربة بلن غير هجومية إلى هشام جبالي، هشام جبالي، لا 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 لا